ورفع معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى التهاني لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى بمناسبة يوم المرأة البحرينية، معربا عن الفخر والاعتزاز بالمكانة الرفيعة التي وصلت إليها المرأة البحرينية بفضل جهود ومتابعة صاحبة السمو حفظها الله المثمرة والبناءة للارتقاء بالمرأة وضمان تقدمها والعمل على حفظ حقوقها وكرامتها وإبراز منجزاتها الكبيرة. وأشاد معالي رئيس مجلس الشورى بالدعم والمؤازرة للمرأة البحرينية وتقدمها في المجالات كافة، مثمنا عاليا حرص صاحبة السمو حفظها الله على تخصيص يوم المرأة البحرينية هذا العام للاحتفاء بالمرأة في مجال العمل الدبلوماسي وإبراز إسهاماتها في تعزيز المسيرة الدبلوماسية البحرينية وجهودها المخلصة ضمن السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين. وثمن معالي السيد علي بن صالح الصالح الجهود التي يبذلها المجلس الأعلى للمرأة والتي جاءت بكل فخر واعتزاز بنتائج مثمرة وبناءة للارتقاء بالمرأة البحرينية وضمان تقدمها، سائلا المولى عز وجل أن يديم على صاحبة السمو موفور الصحة والسعادة.